بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا، وهو قليل في فاعلته وفاعل غير معد بالقياس هو فاعل، وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديانا ونحو لجري، وفعل أولى وفاعل بفاعل كالضخم والجميل والفعل جمل، وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو والأخير مطلقة وضم ميم زائد قد سبق، وإن فتحت منهما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر، وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينته مفعول كآت من قصد، ونبى نقل عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل. اسم الفاعل ما دل على حدث وفاعله، ضارب تدل على حدث هو الضرب وعلى من قام بالضرب. قال رحمه الله: كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة. الفعل الثلاثي قياس اسم الفاعل ما على وزن فاعل، ضرب تقول ضارب، فهم فاهم، جلس جالس. واضح؟ انا اقول كفاعل اسم اذا من يكون كغذاء. ومن ذكاء ابن مالك قال: غذاء تقول غذا الوالد الصبي فهو فعل متعدد، تقول غاذ، وتقول غذا الماء اي سال فهو غاذ، اي لا فرق بين ان يكون الفعل لازما وبين ان يكون متعديا. واضح؟ جلس لازم تقول جالس، وقف لازم تقول واقف، ضرب متعدي تقول ضارب. قال رحمه الله: وهو قليل في فاعلته وفاعل غير معد، فاعل لازم يقل فيه، وفعل ولا يكون في عربية إلا لازما يقل فيه فاعل، من فعل فهو فاعل قولهم، فرها الفرس فهو فارس فهو فاره، طهر فهو طاهر، هذا قليل. كذلك فاعل لازم يقل فيها الفاعل نحو علم متعدية، نحو فني المال فهو فان، هذا قليل. هذا قليل وهو قليل في فاعلته وفاعل غير معد، فاعل غير المعد قياسه فعل، تقول بطر فهو بطر، أشر فهو أشر، جوية فهو جو، قياس فعل اللازم فعل. الوصف منه اسم الفاعل منهم على وزن الفعل الماضي، بل قياسه فعل وأفعل، كذلك قياسه أفعل، تقول سويد فهو أسود، حمر فهو أحمر. واضح؟ وفعلان كذلك، فعلان نحو عطش فهو عطشان. إذن فعل اللازم قياسه فعل وأفعل وفعلان. قال ابن بونا رحمه الله تعالى: وربما اجتمعنا نحو أشري، وربما اجتمعنا نحو شعثي ونحو شعثنا ونحو أشعثي، تقول شعث فهو شعث فهو أشعث، شعث فهو شعث. قال له، رد عليه بعضهم فقال: وربما اجتمعنا نحو جريبي ونحو جربنا ونحو أجربي كذلك. أنا قولي وافعل فعلا نحو أشري، أشرف هو أشر، ونحو صديان صدي عطش هو صديان، ونحو الأجري جهر جهر فهو أجهر. قال رحمه الله: وفعل أولى وفاعل بفعل، فعل ولا يكون في العربية إلا لازمة له وصفان قياسيان، تقول ضخم فهو ضخم، سهل الأمر فهو سهل، صعب فهو صعب، ورف فهو ظريف. أنا قولي وفعل أولى وفاعل بفعل كالضخم، ضخم فهو ضخم، والجميل جمل فهو جميل، والفعل منه جمل. ماذا بعده؟ وأفعل فيه قليل يقول أفعل في فعل، تقول حرش فهو أحرش، خضب فهو أخضب، وأفعل فيه قليل وفعل، فعل حسن فهو حسن، بطل فهو بطل. واضح؟ كذلك صنعت فيه فعال نحو فعال كجبنة فهو جبان، وفعال كشجوعة فهو شجاع، وفعل عفر فهو عفر أي ماكر شجاع. كل أوصاف لفعل من قوله: وفعل أولى وفاعل بفعل، وأفعل فيه قليل وفعل، وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، فاعل قد يأتي الوصف على غير فاعل. مثال ذلك: شاب فهو أشيب، شاب يشيب فعل، وكذلك مات
فهو ميت فهو ميت، وكذلك شاب فهو يشب ومات فهو ميت. نعم، إذا يريد أن يقول أن فعل قد يأتي الوصف منها على غير فعل، لأنه في بداية الكلام قرر أن الوصف من فعل على وزن فعل متعديا نحو ضرب أو لازما نحو فهم أو لازما نحو جلس. نعم، هذا على قوله وبس والفعيل قد جرى ما فعل. اقرأ. الوصف من الفعل المجاوز لثلاثة سهل جدا، عليك بصياغة المضارع ثم أبدل حرف المضارعة من المضمومة واكسر ما قبل الآخر، فتقول أكرم مضارعها يكرم، ضع مكان الياء ممن فقل مكرم واكسر ما قبل الآخر، يأتيك اسم الفاعل من استخرج، يأتي منها بالمضارع يستخرجه، أبدل حرف المضارعة من المضمومة واكسر ما قبل الآخر، يأتيك اسم تقول مستخرج، انطلق المضارع منها ينطلق، أبدل حرف المضارعة من المضمومة واكسر ما قبل الآخر. هذا ما قوله وزينة المضارع اسم فاعل من غير الثلاث كالمواصل واصل يواصل مع كسر متلو الأخير، أي ما قبل الأخير يكسره، وضم ميم زائد قد سبق قال رحمه الله، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول، إذا فتحت ما قبل الأخير صار اسم مفعول، فتقول في مستخرج اسم فاعل افتح ما قبل الأخير يكون مستخرج، مكرم قل مكرم، منطلق قل منطلق، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر قال رحمه الله، وفي اسم مفعول الثلاثي الطراز زينة مفعول، المفعول ما دل على حدث ومفعول به كمضروب، زينة مفعول كآت من قصد تقول من قصد مقصود، ضرب تقول ضرب تقول مضروب، وفهم مفهوم اسم مفعول الثلاثي على اسم مفعول. ونابى نقل عن العرب عنه ذو فعيل، تأتي فعيل بمعنى مفعول، سنوب عنه تنوب عنه في المعنى، في المعنى لا في العمل، اسم مفعول يعمل، اسم مفعول يعمل، تقول زيد مضروب أبوه، وفعيل ينوب عنه ولكن لا يعمل على الراجح، تقول مرضت بفتى كحيل، لا تقول كحيل أبوه فعيل، وتقول مرضت برجل قتيل لا تقول قتيل أبوه، لأن فعيل ينوب عن مفعول في المعنى لا في العمل، لا يرفع نائب فاعل، واضح؟ ورب ولا بلق عنه نقل عن العرب، أي أنك لا تصوه وأنت من عندك، تقول قتل فهو قتيل وجريح فهو جريح، ولكن لا تقول ضرب فهو ضريب، هذا سماع العرب وما بنقل عنه يعني نقل العرب ذو فعيل، واضح؟ وقال بعضهم يجوز أن تقول ضريب لا شيء فيها، وقال بعضهم إذا لم يكن له فعيل بمعنى فاعل يجوز، نحو رحم فهو رحيم وقدر فهو قدير، مثل هذه لا يأتي منها فعيل بمعنى مفعول، هذا ما قاله. ترك ابن مالك رحمه الله تعالى، كذلك يقع اسم المفعول على وزن فعل كطرح وطحن، طرح مطروح، طحن مطحون، دفن مدفون، ذبح مذبوح، هذه كلها تأتي بمعنى مفعول، وينوب عنه فعل كعدد أي معدود، تقول عندي عدد أي معدود، وقنص مقنوص، وفعلة كمضغة وغرفة، هذه كلها تنوب عن اسم المفعول، والله أعلم. أما قوله ونابى نقل عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل أنت أربع.